السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث. سنناقش فيها انطلاق عملية تحرير صرواح آخر مديريات محافظة مأرب قبل يوم واحد من بدء سريان الهدنة. إذن مشاهدينا، قبل يوم من بدء سريان هدنة وتمهيد للجولة المرتقبة من المحادثات بين الحكومة وميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع، أعلن الجيش الوطني والمقاومة في مأرب انطلاق عملية تحرير مديرية صرواح. مديرية صرواح التي بقيت تحت سيطرة ميليشيا الحوثي والمخلوع على الرغم من طرد الميليشيا من مأرب قبل أشهر، باتت على موعد مع التحرير أخيرا. العملية التي أعلنها الجيش الوطني والمقاومة لتحرير المديرية حققت حتى الآن تقدما واسعا، واستطاعت من خلالها القوات استعادة بعض المواقع الاستراتيجية كسلسلة جبال الأشقر التي سيطرت عليها المقاومة وعلى أجزاء واسعة منها، فيما تتقدم الآن باتجاه مركز المديرية. عملية تحرير صرواح تأتي قبل يوم واحد من بدء سريان الهدنة التي تسبق جولة محادثات الكويت المقررة بين الحكومة والميليشيا، وهو ما يضع تساؤلات عن مصير الهدنة وعن جدوى المسار السياسي في ظل استمرار المعارك على الأرض. مشاهدين، هذا ما سنناقشه في حلقة هذه الليلة، ولكن بعد مشاهدة هذا التقرير. عشية الهدنة المرتقبة تتواصل الاشتباكات العنيفة بين الجيش الوطني والمقاومة وبين ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع من جهة أخرى في صرواح، وهي آخر ما تبقى تحت سيطرة الميليشيا من مديريات مأرب. أعلن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية عملية عسكرية واسعة لاستعادة المديرية. مصادر في المقاومة أكدت أنها سيطرت على عدد من المواقع، بينها موقع المصنع والذي يعتبر بوابة صرواح الشرقية، وأجزاء واسعة من سلسلة جبال الأشقري المطلة على المديرية، فيما تتقدم المقاومة باتجاه مركز المديرية. ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع من جهتها أرسلت تعزيزات كبيرة إلى المنطقة، فيما تدور معارك عنيفة بين الجانبين تشارك فيها طائرات الأباتشي التابعة لقوات التحالف العربي. منذ أشهر بقيت صرواح مسرحا لمواجهات بين المقاومة والميليشيا، ولكن هذه المعركة تبدو الأخيرة في سلسلة المعارك هناك، مع اقتراب طرد الميليشيا من المديرية وعودة الشرعية إليها. تأتي هذه التطورات على جبهة صرواح مع عودة المواجهات إلى جبهة نهم بعد هدوء في الأيام الماضية. المعارك التي تدور في هذه اللحظة لا تبدو مجرد تسجيل حضور للحصول على بعض المكاسب على طاولة المفاوضات، بل تبدو إشارة إلى تضاؤل التوقعات التي يمنحها المسار السياسي، وأن ما يجري على الأرض هو الخيار الذي سيمضي إلى النهاية. إذن مشاهدينا، في حلقة هذه الليلة سيكون معنا ضيوفنا من مأرب الصحفي يحيى الأحمدي، وأيضا سينضم إلينا اللواء محسن خسروف رئيس دائرة التوجيه المعنوي، كما سينضم إلينا من الرياض رئيس مركز الجزيرة العربية للدراسات الدكتور نجيب غلاب. نبدأ معك صحفي يحيى الأحمدي، مساء الخير. مساء النور عزيزي. سيد يحيى، أعلن الجيش الوطني والمقاومة اليوم عملية تحرير مديرية صرواح، ما تفاصيل مواجهات اليوم؟ بالضبط، اليوم كان غير عادي في مأرب، حيث يدرك جميعا الموقع الاستراتيجي لصرواح، هذا المكان الذي ربما ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع تحرص على أن يبقى في حوزتها. اليوم كان للجيش الوطني والمقاومة الشعبية هجوما باتجاه صرواح، وحقق الجيش والمقاومه مكاسب على الارض الواقع، حيث سيطر الجيش والمقاومه الشعبيه على الجبال الجبل المطل على صرواح، وهذا الجبل يعد من اهم المراكز التي تطل على سوق صرواح الذي تتحكم فيه ميليشيات الحوثي. وايضا بالتزامن مع هذه المعركه التي كانت هنا في صرواح، كان هناك عملية نوعية أيضا في الجنوب الغربي لجبل هيلان، هذا المكان المهم الذي حاولت المقاومة الشعبية والجيش الوطني اليوم أن يتمكن من السيطرة على أربعة مواقع، وهي مواقع مهمة. يستطيع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من خلال هذه المواقع أن يقطعوا الإمدادات التي تمتد من صرواح حتى جبل الجنوب الغربي لجبل هيلان.
نعم سيد يحيى، سيد يحيى، يعني في بعد انطلاق عملية تحرير سلواح، يعني في هذه اللحظات أين تتركز المواجهات تحديدا؟ المواجهات الآن ربما شهدت في الفترة ما بعد الظهر هدوءا نسبيا، لكن عاود الجيش الوطني والمقاومة الشعبية خلال الساعات الماضية محاولة حصار سلواح. وتتحدث الأخبار من هناك أن هناك أن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية لاقتنان السيطرة على سوق سلواح، وربما هذا المكان هو آخر معاقل السكنيين في هذه الجبهة التي تعد بالنسبة لهم كما يعني تثبت المعارك خلال الأيام الماضية الآن يحشدون أكبر قواهم إلى هذا المكان للتمسك بآخر الجبهة تمكنهم من يعني تمكنهم من الصعود إلى جبل هيلان. نعم. أطلق بعض الصواريخ التي تطال بعضها في بعض الأحيان، قالت أحد نعم. سيد يحيى تكرم بالبقاء معنا، سينضم إلينا الآن رئيس مركز الجزيرة العربية للدراسات الدكتور نجيب غلاب. دكتور مساء الخير. يا مساء النور والعافية. دكتور، استمرار العمليات العسكرية قبل يوم واحد من بدء سريان الهدنة ماذا يعني؟ أولا العمليات العسكرية في اليوم هي مهمة، بالذات أنا حسب تصوري في محافظة تعز، فك الحصار على تعز جزء لا يتجزأ من نجاح مفاوضات الكويت، هذا أولا. نعم. فيما يخص في الجبهات الأخرى هو إعادة تموضع قوات الشرعية استعدادا في حالة فشلت المشاورات في الكويت، يعني تكون الأمور جاهزة لاستمرار العملية العسكرية وصولا إلى تحرير صنعاء. المسألة الأخرى هو تثبيت الانتصارات التي حققتها الشرعية خوفا من من الزحف الحوثي، لأن الحركة الحوثية أثبتت في كل الفترات أنها تستغل الهدن باتجاه يعني محاولة تحقيق انتصارات ميدانية كمحاولة للضغط يعني وخدمة مفاوضيها، وبالتالي نعم. هذا العمليات أنا أعتقد أنها جزء من عملية الضغط حتى يعني يتم هو دكتور الحركة الحوثية. هو دكتور فيما يتعلق بتعز لم يتغير شيء في الواقع الذي تشهده المدينة من خلال الفترة الماضية، إنما جميع يعني معظم التغيرات حدثت في محيط العاصمة، منها ما يدور حاليا في سرواح، وأيضا بعض المواجهات التي كما وردتنا بعض الأنباء أن هناك بعض القبائل اشتبكت مع الميليشيا في محيط العاصمة. يعني الوضع العسكري اليوم من الواضح، يعني خلينا نكون صريحين بشكل كامل، هناك عدم ثقة من أطراف الشرعية وحتى من المجتمع اليمني من مصداقية الحركة الحوثية، وبالتالي استمرار ممارسة الضغط عليها نعم. أنا أعتقد أنه يخدم الحل السياسي، ولأن الحركة الحوثية إذا تم التعامل معها يعني بطريقة أنه سنذهب إلى الكويت ستضغط بشكل أو بآخر نعم. لإعاقة أي حل سياسي وتعيد تطبيق المقررات وحتى الالتزامات التي قالت أنها ستطبقها، وبالتالي هي محاولة لإعادة التموضع لقوات الشرعية استعدادا لأي فشل في مسألة قبول الحوثية يعني للحل السياسي. يعني يعتبر هذا مجرد عملية لتعزيز الموقف في التفاوض أم أنها تشير إلى أنه خيار حكومي باستمرار العمل العسكري؟ أنا لا أعتقد أن الحكومة رؤيتها واضحة في هذا الجانب، أنها ستلتزم بمسألة وقف إطلاق النار، لكن للأمانة يعني لم يتم اليوم وضع إجراءات متكاملة نعم. وما زالت يعني المسودة التي يعني تم وضعها من قبل الأمم المتحدة خاضعة للأخذ والرد والنقاش، ولم يتم حسمها حتى اللحظة. نعم. دكتور ابقى معنا، نعود إلى ضيفنا الآخر الصحفي يحيى الأحمدي. سيد يحيى، كانت الأنباء قد تحدثت عن استعادة المقاومة لبعض المواقع، ما أهمية هذه المواقع بالنسبة لمعركة تحرير مديرية سرواح؟ سيد يحيى هل تسمعني؟ سيد يحيى
نعم نعم أسمعك. كنت قد سألتك الأنباء كانت قد تحدثت عن استعادة المقاومة لبعض المواقع، ما أهمية هذه المواقع بالنسبة لتحرير مديرية صرواح؟ بالضبط، هذه المواقع هي مهمة جدا لأنها تطل على المواقع ميليشيات الحوثي والخلوق في اتجاه صرواح وتمكنها من التقدم بهذا الاتجاه، لأن في الفترة الماضية ربما كان هذه الجبال وهذه المواقع تشكل خطر على المقاومة والجيش الوطني، وأيضا تشكل عملية إزعاج في هذه الجبهة، لكن باستيلاء المقاومة والجيش الوطني على هذه الجبال يكون قد قطع الإمدادات التي تصل إلى الحوثيين من المدينة حتى الجنوب الغربي لجبل هجلان الذي كما هو معروف يمتد على سلسلة جبلية من المأرب حتى هناك منطقة نهم التي يسيطر عليها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية. نعم سيد يحيى، يعني بتحرير هذه المديرية هل سيكون هناك انعكاس على وضع الجبهات الأخرى في نهم والجوف؟ بالتأكيد إذا ما تم الحسم المعركة وربما في الساعات القادمة نسمع الكثير، سيكون هناك تمكن من حسم الجبهات وحسم المعارك في الجبهات الأخرى التي ربما تكون فاصلة في هذا الاتجاه، وأيضا ستخفف أو ستحد من إمكانية إطلاق الصواريخ إلى مدينة مأرب، حيث كانت مدينة صرواح تشكل ممر آمن للحوثيين حتى يصلون إلى مرتفع جبل هيلان من الجهة الغربية، ثم يطلقون صواريخهم على هنا المنشآت وأيضا على التجمعات السكنية في مأرب. لكن سيد يحيى، لماذا تأخرت تحرير هذه المديرية حتى اللحظة؟ هذا السؤال وجيه ونتساءل جميعا، لكن ربما للجيش الوطني والإقامة الشعبية حسابات، ربما قد يكون هناك حسابات لدى هذه المؤسسة العسكرية ربما لا نعرفها، لكن بتقديري أن هذه المنطقة ربما كان الجيش الوطني قد دخل إليها، أيضا هناك سبب يذكره بعض القادة العسكريين بأن هناك أيضا مراعاة ربما للسكان في مدينة صرواح والمواطنين، فلا يحدث ربما الميليشيا تتنافس خلف هذه خلف التجمعات البشرية أو المواطنين واتخاذهم دروعا بشرية. يعني هل هناك حاضنة شعبية لهذه الميليشيا في هذه المديرية؟ قد لا تكون حاضنة شعبية، لكن هم يفرضون أنفسهم في أي مكان يصلون إليه ويتمترون خلف المواطن، والمواطن في الأخير لا يملك من أمره شيئا، وربما هذه أو هذا سبب كافي لأن تدرج المقاومة والجيش الوطني قوات الحوثيين والمخلوع إلى أماكن مفتوحة كما يصنعون في أكثر من الجراد، أن يحدث عملية انتصاف أو عملية نعم. استدراج وسحب إلى أماكن مفتوحة لا تأثر على المواطنين بشكل مباشر. نعم شكرا لك، كنت معنا من مأرب الصحفي يحيى الأحمدي. نعود إلى ضيفنا الآخر الدكتور نجيب غلاب. دكتور نجيب، قبل يوم من بدء سريان الهدنة وبحسب قيادي مؤتمري لم يتم الاتفاق حول مسودة الاتفاق، هل تعتقد أنه سيتم الهدنة فعلا هذه المرة؟ يعني الهدنة من ناحية واقعية لن تطبق في نفس بالوقت الذي تم تحديده، لذلك تم يعني هنا أمامنا وقت حتى نصل إلى 18 فبراير، وبالتالي ممكن تحصل عملية اختراقات خلال الخمسة الأيام الأولى، هذا احتمال حتى يتم التوافق بشكل كامل على المسودة. اليوم تم تحديد اللجان من قبل الشرعية ومن قبل أطراف الانقلاب، نعم. وأيضا هناك خبراء للأمم المتحدة وهناك ورش عمل في الكويت وفي عمان يعني لتدريب عسكريين وأمنيين لعمل يعني علشان يشرفوا على مسألة إطلاق النار. أيضا البعد الاجتماعي سيكون شريك من خلال الشخصيات الاجتماعية الاعتبارية سواء نخب قبلية أو غيرها، نعم. لتكون شريك ومرادف في عملية الهدنة القادمة. هذه الهدنة يعني لن تكون يعني يتم تطبيقها بحذافيرها وبشكل كامل
خلال الأيام الأولى، وبالتالي المسألة يعني طبيعية اليوم أنه تستمر العمليات العسكرية، وحتى نعم. بعد ذلك المسألة الأخرى أنه إذا لم يتمكن يعني المؤتمر الشعبي العام بالذات تيار صالح يعني لديه بعض الاعتراضات، وبالتالي أنا أعتقد أنه ممكن تستمر المشاغبات وتفشل الهدنة. نعم. وبالتالي اليوم الضغط باتجاه كيف بالإمكان احتواء كافة الأطراف داخل طاولة الكويت، وهذه المسألة يبدو لي أنه لم تحسم بشكل كامل حتى اللحظة. نعم دكتور، ابقى معنا، سينضم إلينا الآن من الرياض رئيس دائرة التوجيه المعنوي اللواء محسن خسروف. مساء الخير سيادة اللواء. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك سيادة اللواء. قبل ساعات من إعلان الهدنة الممهدة لمباحثات الكويت يتم الإعلان عن انطلاق عملية تحرير صرواح، إلى ماذا يشير هذا؟ شكرا جزيلا لك ولضيفك الكريم. يشير إلى حالة طبيعية يعني في الحرب، طالما نعم. أن الهدنة لم يحل أوانها بعد، فمحاولة كسب تحقيق مكاسب على الأرض أمر طبيعي، وهذا ما يفعله الحوثيون في تعز من كرش وحتى المندب، يحاولون الاقتحام مواقع مسيطرة على قاعدة العمد وعلى لاحج وعلى، ويحاولون أن يقتحموا يستعيدوا المواقع التي خسروها. هذا ما يحصل يعني لكي تكون أوراق مساومة في المفاوضات التي نتوقع أن تجري في الكويت. هذا بالنسبة لهم. بالنسبة للدولة الشرعية والجيش الوطني والمقاومة الشعبية، هم يعني يسيرون ضمن خطة عسكرية استراتيجية هدفها استعادة الدولة، ويفترض في الطرف الآخر للطرف الانقلابي أن يكون لدي قدر ما نسميه الحس الوطني أو حسن النية في الاستعداد للسير في الاتجاه السلمي حقيقة، وهذا سيتضح في الساعات القادمة من اليوم يعني والليلة الآتية، وخاصة وأنه قد أعلن أحد قادة الحوثيين أنه قد تم تأجيل وقف إطلاق النار يومين آخرين. يعني لا أدري لماذا، أنا لم أسمع من جهة رسمية أنه تم تأجيل وقف إطلاق النار أو تأخيره إلى فترة قادمة، لكن هذا سمعته، ما أدري هل هو مقدمة لعملية عسكرية أخرى جديدة أم أنه يعني هناك شيء لا نعرفه، لا أدري. ومما تم اليوم سيادة اللواء، هل يعني أنكم في الجيش الوطني لن تلتزموا بالهدنة المقررة؟ لا طبعا هذا غير صحيح، يعني الجيش الوطني يعني يلتزم الطاعة المهنية والوطنية للقيادة العسكرية الشرعية لرئاسة الأركان القيادة العليا للرئيس، وحين تقول قيادة الدولة السياسية والعسكرية أن وقف إطلاق النار سيتم تاريخ كذا، قوة المجتمع تلتزم، ليس في هذا شك. احنا لسنا ميليشيات عشان نقول ان احنا سنلتزم او لا نلتزم. نعم. قوات المسلحة ستنفذ القرار كما هو صادر من القيادة الشرعية السياسية والعسكرية ممثلة بالقائد على القوات المسلحة ونائبه، هذه مسألة ما فيها شك يعني. نعم سيادة اللواء، يعني هناك يعني تسريب لبنود اتفاق وقف إطلاق النار بالنسبة للتهدئة المرتقبة، هناك حديث عن بند يتعلق بتوقف الأطراف عن القيام بأي أعمال عسكرية مباشرة غير الدفاع عن النفس، هل هذا يعني أن الأمر سيبقى متاح في حال هناك خروقات من قبل الميليشيا للتحالف أن يقصف، وأيضا أي تحرك للطرف الآخر يتيح للميليشيا أن تقصف، ومن ثم سيتم خرق هذه الهدنة بشكل سريع؟ التجارب السابقة تعطيك إجابة شافية على هذه التساؤلات. القوات المسلحة الوطنية والمقاومة الشعبية كانت تلتزم قرارات الهدنة والتهدئة في التجربتين السابقتين. الذين كانوا يخرقون الهدنة ويهاجمون ويستعيدون مواقع ويعتبروها ساعات لالتقاط النفس هم الانقلابيون، وهذا حصل بالطبيعي، وكان رد الفعل الطبيعي هو الدفاع عن النفس بل والهجوم. يعني حتى ان في الفتره الهدنه الاخيره
خسر الحوثيون أكثر مما ربحوا حينما خرقوا وقت إطلاق النار وقاموا بعملية عسكرية. كان الرد من القوات المسلحة الوطنية الجيش الوطني ومن المقاومة الشعبية عنيفا وقويا، وترتب عليه انتصارات وهزيمة للميليشيات الانقلابية. هذا أمر معروف أصلا وتجاربنا معهم واضحة ومحددة، لكننا نؤكد أن الرغبة في تحقيق السلام الشامل والعودة إلى العملية السلمية والعودة إلى المفاوضات للعودة إلى الدولة والوضع الطبيعي الحالة الطبيعية في اليمن، هذه رغبة ما ليس فيها شك بالنسبة للقيادة السياسية والعسكرية وللمقاومة الوطنية. نعم، إذا تكرم بالبقاء معنا سيادة العميد محسن خسروف. نعود إلى ضيفنا الآخر أو اللواء محسن عفوا، سينضم أيضا سنعود إلى ضيفنا الآخر الدكتور نجيب غلاب. دكتور نجيب، في هذه اللحظة ما الخيار الذي يبدو أنه الخيار الذي تمضي فيه الأزمة اليمنية، الحالة السياسية أم استمرار الحرب؟ يعني في هناك قناعة لدى الحكومة الشرعية ولدى التحالف والمنظومة الدولية أن الحل السياسي هو الخيار الأسلم، لأن استعادة مؤسسات الدولة ويعني وخروج الميليشيات وإسقاط الانقلاب سيمكن الشرعية من إعادة التحكم بالمؤسسات، وهذه المسألة يعني مهمة لتخفيف وطأة الحرب على الشعب اليمني. نعم. لكن الخيار الآخر بالنسبة للحركة الحوثية أنا أعتقد أنه ما زال الخيار العسكري هو الخيار الأول بالنسبة لهم. لا لديهم قناعة أن مسألة انسحاب ميليشياتهم من الدولة ونزع أسلحتهم يعني سيؤدي إلى خسارة كاملة لهم، بالذات بعد تجربة فشل كاملة وبعد هزائم متلاحقة. اليوم هم يعني في طور الاستسلام الكامل، لكن بالأخير يريدوا أن تستمر الحرب الداخلية الآن على الحدود التهدئة كاملة، وهناك يعني مشاورات في المملكة تجري، والحوثية قدمت فوق الطاولة أكثر مما هو مطلوب منها، ولكنها على المستوى الداخلي تريد للحرب أن تستمر، وهذه المسألة يرفضها التحالف وترفضها المنظومة الدولية وأيضا الشرعية. لن تقبل مع المنظومة الدولية ومع الإقليم أقل من مقررات مجلس تطبيق مقررات مجلس الأمن، فهذا السقف لا يمكن أبدا التنازل عنه نهائيا، وبالتالي الحركة الحوثية هي تحس أنه تطبيق مقررات مجلس الأمن سيقودها يعني إلى الخسارة الكاملة. هي اليوم يعني تريد أن تكون شريك، لكن تريد أن يكون نصيبها أكبر كبير، وهذا غير يعني لا يمكن أن يكون. نعم دكتور. إلا أن تأخذ حجمها. نعم دكتور. وأيضا من الملاحظ أن الميليشيا منطلقة في مسار التهدئة بشكل مباشر مع السعودية، فيما يرجح أن تستمر الحرب في الجبهات الداخلية. ما تأثير هذا الأمر على المسارين العسكري والسياسي؟ أنا أعتقد أنه حتى في على المسار الداخلي يعني هناك الآن غضب شعبي كامل، أيضا المؤسسة العسكرية والأمنية المختطفة اليوم مستعدة استعداد كامل إذا استمرت الحركة الحوثية في دمارها أن تعيد ترتيب أوراقها. أيضا هناك الأطراف الأخرى التي تحالفت مع الحوثية كتيار صالح، وأيضا القوى القبلية وكثير من القوى الاجتماعية المحلية اليوم هي تريد أن توقف الحرب، لم تعد راغبة في استمرار هذه الحرب نتيجة الكوارث التي أنتجتها. لكن الجناح المتطرف داخل الحركة الحوثية هو الجناح العقائدي المؤمن بالكهنوت السياسي، يعتبر الحل السياسي اليوم خيانة، وبالتالي قد حتى الحركة الحوثية نفسها قد تنفجر من الداخل في 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 حالة أصر هذا الجناح على استمرار الحرب. وبالذات أن هناك عائلات هاشمية كثيرة يعني أحست بالكارثة التي أنتجتها هذا التنظيم الخبيث، وبالتالي أنا أعتقد أنه مسار الحوثي اليوم الحوثية لم يعد أمامها من خيار، أفضل الخيارات لها هو قبول مقررات مجلس الأمن لأنه الطريق الوحيد الذي سيحميها، بغير ذلك أنا أعتقد أنها ستصل أن الأمور ستتجه باتجاه استئصالها بشكل كامل إذا أصرت على إعادة الحل السياسي. نعم، إذا الدكتور نجيب غلاب كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا جزيلا لك. نعود إلى ضيفنا الآخر اللواء محسن خسروف. سيادة اللواء، إذا عدنا إلى الحديث عن عملية تحرير صرواح، ما أهمية المديرية بالنسبة لعمليات الجيش في جبهة صنعاء؟ طبعا مديرية صرواح هي آخر مديرية لم تتحرر بشكل كامل، وهذا طبعا ليس ناتج عن عجز تحريرها، هي
قد دخلت قوات الجيش الوطني والمقاومة إليها أكثر مرة، لكن هناك مشكلة أخرى وهي سلسلة جبال هيلان. هذه السلسلة الجبلية هي التي باتت تشكل الآن مصدر قلق أمني لسروة والمأرب حتى، ومنها تم قصف مستشفى الهيئة في مأرب، وترتب عليه قتل عدد من الأطباء والممرضين والمرضى وعدد نعم. كبير من الجرحى. فالأهم من سروة هو هيلان، وهذا يتطلب عملية عسكرية أخرى. لكن أنا أريد فقط أن أتحدث عن ما يتعلق بالجانب العسكري أو ما يتصل بالتهدئة. كان الحوثيون بالتفاهم مع علي عبد الله صالح ينسقوا على أن من أهم ما يمكن أن يترتب على المحادثات أو المفاوضات في الكويت هو أن ينقل الرئيس عبد الرب منصور هذه صلاحياته إلى نائبه. نائب طبعا بالنسبة لهم هو رئيس الوزراء الأسبق مهندس بحاح خالد بحاح، وكانوا يخططون لأن يعود إلى صنعاء بصلاحية كاملة، صلاحية رئيس، بمعنى أنهم بشكل غير مباشر وبضربة معلم كانوا يتوقعون يريدون أن يذهبوا بالشرعية الوطنية إلى ما وراء الشمس، أن يغيبوها يعني، فتصبح اليمن أمام حالة أخرى مختلفة. يعني لا علاقة للقرار 22/16 بها، ولا بمخرجة الحوار الوطني، ولا المبادرة الخليجية، ولا أي شيء آخر. كانوا يريدون أن ينتجوا بهذا الحلف وبهذه الطريقة الملتوية حالة أخرى. الآن لو قال لهم الرئيس، وقد طرحت الرئيس عبد الرب منصور هذا يمكن أن ينقل صلاحيته، لا يرفضون رفضا مطلقا، لأن المسألة لم تأتي على هواهم. لذلك ينبغي أن يكون واضحا أن الجناح العسكري المتطرف في الحلف الانقلابي يريدها حربا بغض النظر عن النتائج، لكن يقابل هذا ان هناك عقلاء وان هناك من لا يريد هذه الحرب، سواء داخل هذا الحلف او من المحيط القبلي، خاصه وانهم يخسرون يوميا في المحيط القبلي في طوق صنعاء، وحينما خاصه وان خطاياهم تزداد يوما عن يوم. اليوم ارتكبوا خطيئة وليس خطأ، اعتقال الشيخ محمد ابن محمد عبد الله شردة والذهاب به إلى مكان غير معلوم سيجعلهم يخسرون كثيرا الجهة الغربية من العاصمة، خاصة وأن الشيخ شردة من الشخصيات الاجتماعية الكبيرة المرموقة ذات المكانة الاجتماعية المحترمة عند كل قبائل بني مطر والحيمتين وعراز وهمدان وغيرها، حتى كل قبائل الطوق. الشيخ شردة شخصية وطنية اجتماعية معروفة على مستوى قبائل لما هو عضو مجلس النواب. نعم سيادة العميد، سؤال أخير. هناك يعني كما وردتنا الأنباء عن يعني دخول قوات كبيرة من أو تعزيزات كبيرة إلى جبهة نهم، أيضا في المقابل انطلقت عملية لتحرير صرواح. هل هذا يعني أن هناك قرار من القيادة العسكرية العليا في حال أن فشلت هذه الهدنة أنه لا خيار يعني أمام السلطة الشرعية سوى الحل العسكري؟ هذا تعزيز للرسالة التي أرسلها الرئيس عبد الرب منصور هادي إلى الدنيا حينما أصدر قرار بتعيين الفريق علي محسن صالح نائبا للرئيس الجمهورية وهو نائب القائد العام للقوات المسلحة، وتعيين بن دغر رئيس الوزراء. هذه رسالة واضحة أنه ليس هناك أمام المجتمع اليمني سوى طريقين لا ثالث لهما، الكويت والمفاوضات السلمية بما يفضي إلى استعادة الدولة وخروج الميليشيات وتسليم واستعادة الدولة لمؤسساتها وجيشها وسلعتها وعتادها، بمعنى العودة إلى الحالة السوية عبر المفاوضات، والحديث عن الشراكة يتم عبر هذه المفاوضات، ولا يتم إلا بحضور مؤسسات الدولة وسيطرة الدولة ومؤسساتها والسيطرة عليها، أو إذا كان هناك رفض الخيار الآخر وقد رجمهم علي عبد الرب منصور هادي بالفريق علي عبد الله صالح وبالقوة المسلحة الوطنية وبالمقاومة الشعبية وهي جاهزة للقتال وتنفيذ القرار السياسي القاضي باستعادة الدولة ومؤسساتها. نعم شكرا لك اللواء محسن خصروف رئيس دائرة التوجيه المعنوي، كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك.
مشاهدينا، إذن بهذا القدر نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذه الليلة. في الختام نشكر ضيوفنا، رئيس مركز الجزيرة العربية للدراسات كان معنا من الرياض الدكتور نجيب غلاب، وأيضا من محافظة مأرب الصحفي يحيى الأحمدي، ومن ثم انضم إلينا مؤخرا رئيس دائرة التوجيه المعنوي اللواء محسن خسروف. شكرا لكم جميعا، وأيضا الشكر لجميع طاقم العمل، وفي الإعداد الزميل كمال حيدرا. كما أشكركم أنتم مشاهدين على كرم المتابعة. إلى الملتقى في أمان الله.